تفضل يا استاذ. قل تمساحي اوغندا اما اغناك عن اكل بلطي البحار خفيف تقدم وتقرفص وتفصفصه وكانه بسبوسه ممزوجه برغيف. اما اتقيت الله في احبابه اما نظرت بعين اللطف الى لطيف. مين اللي بيعمل الشوشره الفظيعه دي في حفل التأبين المرفوض؟ ده انا. ايه؟ ايوه بعينه برضه كمان. اتفضلوا اتفضلوا. تسمحوا لي اشترك معاكم في حفل التأبين؟ انت حي 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 حي. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. سيداتي انساتي سادتي، نختتم هذا الحفل الجليل بكلمة من المرحوم. يعيش المرحوم. يعيش المرحوم. أحلى الفقيد. أحلى الفقيد. متشكر متشكر متشكر. والآن أنساتي في ذاتي تنطقي، أنا أشكركم من صميم فؤادي على حفلة التأبين الجميلة دي، كما وأشكر صديقي الأستاذ عز رائيل على انه ما خدش المساله جد. انتم تعرفوا كويس قوي ان انا امن انا وزميلي الاستاذ لطيف عبد الرمان الى مجاهل افريقيا من شركه الانباء الطازجه التي تاتيكم بالاخبار بعد حدوثها بساعه واحده واحيانا قبل حدوثها بثلاثه ايام. مستشكر مستشكر مستشكر. لقد قمنا برحلة صحافية أخلاقية أدبية علمية رياضية انتحارية. لماذا؟ لكي نخدم الرأي العام. وإذ كان هذا سيداتي أنساتي سادتي، بلاش بقى النوحي ده والنبي عشان بتكلم الصديق الحميم لطيف. صديق اللذيذ. سلامات يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انت ازاي يا بني ادم تسيبني ببطن التمساح وتنك ماشي؟ ايوه مش لازم يفضل واحد مننا عشان يحتفل بذكرى الثاني ويعمل له حفله تأبين جميله زي دي؟ ايوه عندك حق. يا سلام يا لطيف، اهدي كنفك. تعرف يا استاذ انك بوظت لنا الحفله. يا خسرت القصيده، هو التمساح ما كلكش ليه؟ يا اخي كلك سيد قشطه اعور. انا لما نزلت ببطن وبصيت لقيت عملية الهضم ابتدت تشتغل، اعمل ايه؟ اقولك الحق خف. رحت مولع كل اللمط بتاعت مكنة التصوير، اطلوا مكنة ويظهر كان عيني واخد شربة فزح. لا وديني قدامكم اهو. يسقط التمساح. يسقط التمساح. ويعيش الفقير. ويعيش الفقير. يا سبا تعمل ايه يا خفيف؟ بحط جزماتيك يا اخي بتعايق. حط جزماتيك، جزء لميع، جزء امريكاني، بس المهم تخلص بسرعه لاحسن الاستاذ بهلول قاعد على نار. بهلول؟ والله وحشني وحشني وحشني. وازيه؟ زي الزفت. احسن الحمد لله. ليه؟ اصل يا سيدي شركه الانباء الساخنه سبقانه اليومين دول في الاخبار، وعشان كده الاستاذ بهلول هيتجنن. لماذا؟ شوف انت ربنا بعتك في الوقت المناسب. ليه؟ اما اعترنا على حتة موضوع هيهز البلد كلها. لازم وقعتوا على زلزال. لا اكتر من كده بكتير. ايه؟ شوف يا سيدي. ايه يا سيدي؟ عصابة رهيبة بتهرب الذهب والمجوهرات خارج البلد. الحكاية عاوزة شوية حنجلة عشان نكشفهم. نحن هنا. وبعد كده هتشوف يا حبيبي مجد مجد مجد. حق ابن شركة الانباء الساخنة هتبرد من الكسوف. طب ده ايه؟ طب يا اخي مش تفهمني ايه الحكاية الاول؟ هقول لك في السكة، يمكن الحيطان ليها ودان. تعالى. الحيطان ليها ودان؟ ليه؟ احنا ساكنين في منخل. يلا بينا قدامي على الاستاذ بهلول. الله لله يا محسنين لله. عاجز وفائد النظر يا اهل الله لله. الهي ما يحرمك من ضناك ابدا لله. خد يا نور. اهلا وسهلا يا لطيف. ربنا يجعل بيتك عمار يا اخي. وده مين كمان؟ محسوبك نور. الهي ما يحرمك من نور عينيك.
انت تبقى مين يا اخي؟ انا قول له ده زميلي خفيف. خفيف اللي كلوا التمساح؟ اه الحمد لله على سلامة التمساح يا اخي خفيف. ازاي الصحة يا اخي؟ بالله يا محسنين بالله صباح الخير يا استاذ محمود. لطيف حب الرمان. فين المواد؟ فين الاخبار؟ فين الاحداث؟ فين فين؟ انا لسه واصل دلوقتي من حفل تأبين المرحوم. المرحوم المحروم. احنا هنا احياء عايزين انباء انباء. الاستاذ خفيف الله يرحمه حضرتك كنت بتعزه قبل وفاته، وقعت من طولك لما جالك خبره. خبره احنا نشرناه وابرزناه. خساره، خفيف ابو القطايف كان زي البهلوان. عندك اربط لسانك على الكلمه دي، نحن هنا احياء ريوح الانباء الانباء الانباء. الله الله استاذ بهلول. بهلول بهلول النبي كده الراجل اغمى عليه، احنا مش متفقين نقول الخبر بالتدريج؟ ايوه تدريج، بس انا سامع حكايه العلاوه دي ما قدرتش احوش نفسي بره. استاذ بهلول انا خفيفه بالقطايف. استاذ بهلول قوم وراك امضاءات وراك مصايب سودا وعلاوات علاوات علاوات. بهلول استاذ بهلول مش عاوز اصحى. انا اصحي لك ابوك. هتعمل ايه؟ الحته دي فيها قطن، عاوزين حاجه ثانيه. ايوه حلوه دي. الله يخرب الراجل فاق. انا فين؟ انت فين؟ انت في مكتبك وعلى كرسيك النبي حرفك. انا نسيت نفسي. لا انسى كل حاجه ما عدا العلاوه. ابو القطايف. ايوه معقول؟ ايوه معقول، بلحمه وشحمه وبقه كمان. انت عايش؟ عايش يا فندم ومنتظر العلاوه. تعالى تعالى احكي لي وحدثني واطلعني. التمساح 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 يا فندم. ايوه في واحد اسمه شاهين بيسال عن حضرتك. طيب خليه يستناني في اوضه المكتب، انا جاي له حالا. ده هو. هو مين؟ الشخص اللي كان بيشتغل في عصابة التهريب، دلوقتي جاي يبيع لنا اسرار. اشتريها اشتريها اشتريها. ايوه بس ده مغلواني وطالب كتير. كتير قليل قليل كتير زي بعضه. المهم مش عايز شركة الانباء الساخنة تسبقنا بحاجة بعد النهاردة ابدا ابدا ابدا. امرك يلا خفيف. ايوه جاي جاي جاي، ما تنساش العلاوة العلاوة العلاوة.